وقل رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي بين سبحانه وتعالى أماني ما هد نقد ما يسترن وتشيدين إنا الله سبحانه وتعالى إن سوء قرسي مال إن كانت كيات كوقيمها بضن ويوم عرفة ومال إلهي سبحانه وتعالى وكشر في الرمى فربضن ومال مكة لا أبضن يعني إلهين يوم عرفة ومال كم يدب لها إلهي سبحانه وتعالى حرمضه ويالي اللبية طبان كبلودة سنة كماركو شيقة ولي منها أربعة حرم وحاكم إذا أفر بلود وحرمه للبية طبان كبلودة سنة ومالين أفر كاب أفر تاب بلود كم إذا ومالين كم إذا بشد الحجاء طبان كيدهوري وإلهي سبحانه وتعالى آد أقدريه قيمه دو موشيي مركو ربي سبحانه وتعالى وكل أرتوري والفجر وليال عشر وحان اللغة جيدة طبانك إلهي سبحانه وتعالى وكل أرتوري أيضا لغو الشيغي سيدة عبد الله بن عباس رضي الله عنه وكفة سيري طبانك وهرية بشن ذي الحجة ومالين كم إذا طبانك مع الموت النبي قال عليه الصلاة والسلام الشيغي عمل كلا السمياء إنو يهي عمل إلهي اللغو دوادك إلهي وشعل يهي يا عمل كوقف فضلك يا أجر كبدن ومال كم إذا سقال كما المود بشن وهو الرئية النبي قال محمد عليه الصلاة والسلام الصومي سأبو داود يا مكة لبعي وريين يوم عرفة ومال انتو إلهي مدى الشاقي ورك قال نحر كيسو يهي الدين تينو دمستري اسلام كان إلهي الرالين وغن نقضي إن الدين كدكتان إلهي كعابدان ومالك سودقي قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ما أنت أيان دين تيدين لما يستربون إلهي نعمة دين الدشين أن كتامي إلهي دين تا إسلام كنّي محمد القسود تجيبان دينها رالي دين كنغلي إن دي عقيدة كنّيقتان إلهينا كعابدان دقن يا آدابنا يا أحكام يا معاملنا يدو عيدين آتو آيادة سوحي سودك تيمالين كعرفة يدو نبي محمد عليه الصلاة والسلام عرفة وتاقيهي وهاشي سيو كدو الفرديو قبلدنا وچيدو إلهينا سبحانه وتعالى وحسا أيو بريض ربنا سبحانه وتعالى وفربدي يوم عرفة ومالين كددك أبدا إلهي نارته وكحريه وكيري نبينا عليه الصلاة والسلام سمسلم وكوريه صحيح إيسا ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عبدا من النار من يوم عرفة مجرى مالين أي كبديهين أدوماها نارته وكحريه مالين كان عرفة كو عرفتها قري حتيي يكون عرفتها جنين انتو بواسو قليان عد الهي اوضانو ارنتان اهلو ايو الهي نارتك حريا والله يدنو ويباهي بهم الملائكة الهي سبحانه وتعالى دوميس ووسو دوادا النزول الهي يبادعا مالنك عرفا ربي سبحانه وتعالى ملائكة ايو ارشاقا وانا قود اموتي اولادا ما اراد هؤلاء سقودتك عرفتها اغنى مسلمين تاربي تلمامي ما حيدون ايان كواس وحيدون ايان الهي راليها شيس وحيدون ايان رحمة الهي وحيدون ايان كنو وحسوك كحية محبية كالقعين الهي سبحانه وتعالى وهيان وانا انت الهي وقلوبته ودق الشيء ايمانك ولا به ودع عمري يوم عرفة ومالك الدعاء
qofka muslimka ahi uu ku ducaysto ee ilaahay daraaddiiya dembi iyo qaraabo goysna ka marani ay tahay duco qof muslimi uu ku ducaysto ducada u khayrka badan. Sida imaamu axmed wariyey, wuxuu yihi nabigeenni maxamed calayhi salaatu wasalaam, khayru ducaa'i ducaa'u yowmi carafa, duco waxaa u khayr badan ducada lagu ducaysta maalinka carafo. Ama ha ku ducaystaan muslimiinta maanta carafo jooga ee xajka tegay, ama ha ku ducaysta muslim kale oo jooga dhulka ilaahay meel ka mida. Waa khayru ducaa, waa fursad qaali ah. Haddaad ilaahay subxaanahu wa tacaala inaad barido oo aad jeceshahay oo baahiyahaaga aad u bandhigto, kuwa adduunye kuwa aakhiraba, maalinkan maanta waa maalinka carafa, waa maalinka ducada lagu ducaysta ugu khayr badan tahay, yacnii ajarka ugu badan baa laga helaya. Wahiya aqrabu ila alijaaba, ilaahay inuu aqbalana subxaanahu wa tacaala way u dhowdahay. Ducaa yowmi carafa waa ducaa addoonka ilaahay u dhoweynaysa subxaanahu wa tacaala, miisaanka xasanaadkiisana loo saari doono yowma alqiyaama. Yowma carafa walaalayaal waa maalinka uu sheegay nabigeenna Muxamed calayhi salaatu wasalaam soomka la soomaa inuu leeyahay fadli weyn. Wuxuu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam, wasiyaamu yowmi carafa yukafiru assana almaadiya wassana almuqbila, soomka maalinkan carafo la soomo waxaa addoonka loogu dhaafaa sannadkii horee tegay dembigii uu galay, sannadka dambena waa lagu ilaaliyaa oo dembiguu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kaga ilaaliyaa. Yowma carafa walaalayaal, qofkii maanta sooman ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u aqbalee waa qof sameeyey camal aad iyo aad u qiimo badan. Oo nabigeennu wuxuu yihi man saama yowman fii sabiili illaah baacada allaahu bidalika alyowmi can wajhi naara yowma alqiyaama sabciina khariifa, rawaa albukhaari wa muslim can abi saciid. Qofka hal maalin ilaahay daraaddii u sooma, maalinkaa ilaahay daraaddii u soomay sababtii ilaahay wajigiisa wuxuu ka fogeeyaa naarta jahannama masaafo loo socdo 70 sannadood. allahu akbar, fadlun cadiim wa khayrun camiim, wa fadli aad iyo aad u weyn iyo khayr ballaadhan. Qofka maalinkan aan soomin ee cudurdaar uu ka hor istaagay soomka sida xanuun iyo waxyaabaha kale dadka soomka u diida, islamarkaana aha mid niyaysnaa inuu soomo, isaguna fadliga waa heli doonaa. Wa hadaa fadlu llaahi alwaasic, fadliga ilaahay waasica bay taasi ka mid tahay. Nabigeennu calayhi salaatu wasalaam iyadoo jihaad lagu jiro ayaa wuxuu la hadlay saxaabadii la socday, wuxuu ku yihi inna bilmadiinati larijaalan maa salaktum tariiqan walaa qatactum waadiya ilaa sharakuukum fi lajir xabasahum alcudur. Magaalada madiina rag baynu kaga nibuur rasuulku calayhi salaatu wasalaam, waddo kastoo intaaad jihaadka iyo camalka wanaagsan ku jirtaan aad marteen, iyo waadi kastoo aad ka tallowdeen, tog kastoo aad ka tallowdeen, ajarkii aad hesheen iyaguna way heleen. Waayo cudurdaar baa reebay, waxay niyaysnaayeen camalka wanaagsan inay sameeyaan ay ka qayb galaan. Qofka soomka carafa aan niyaysan ee aan soominna fadligii soomka carafa waa dhaafay, laakiin maaha macnaheedu fadliga maalinkani inuu soomka oo qura ku kooban yahay. Maalinkani waa maalin cibaadaadka la sameeyo oo dhammi fadli dheeraada ay leeyihiin. Dadka sooman iyo kuwa aan soomanayniba si guud waa inay ugu dadaalaan khayrka oo dhan, ilaa maalinkan gabalkiisu u dhacayo. Khayrka lagu dadaalaya waxaa ka mid ah rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam sida gaarka u sheegay xuska ilaahay subxaanahu wa tacaala. Oo maalinkan wuxuu ka mid yahay 10 maalmood ee rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam fadligooda markuu sheegay talada qaaliga uu daba dhigay uu yidhi faakthiruu fiihinna min altasbiixi waaltahliili waaltakbiir, waxaad farabadisaan tasbiixda subxaana allah, takbiirta allahu akbar
التهليل لا إله إلا الله وفرصد قال يوم أنت تتاقن إن الله علي أنت كقارسين كرتو التصبيح يا التكبير يا التهليل ما أنت كقارسين أتشر وين بالقاق قري الدونا يا فضل آل كوبي كرين ومال كم إذا مالمها إلهي سبحانه وتعالى وتلمامي هذا الله أنت مقع إله إلا فربضي ويذكر اسم الله في أيام معلومات مالمها إتاي قفك استعباء ومسلمي با إنو برطوك ويقانا أي نقدان وطبنك مالمود أهر يبشن دي الحجة وما أنتو عرفي سقالة يكتهي ومال إنك السقالة إتاي إلهي سبحانه وتعالى وحيري إلهي حصان ضدك مسلمين تاي مقع إلهي هذا لا ينتيس أمانتانك إلهي فربضيا وفرصد قال يذكرك إلهي مالك نوكلا إلا قبل كوكرنا عيوت لغوي يا هذا الكلا فرصد قال يكو نافع أما آمس خير كأي وناقات كآمس انتهي أرنك الله بعد أيتهي يوم عرف إن لقد دالوا الدعاء وصين الشيقنا الدعاء ده مالك للدعاء استوى الدعاء ده وخير كبضل فتوجه إلى الله بقلبك يا عبد الله قلبك حق إلهي أتشيدي هذا إلهي صلو الدقاية باهدا دنا أمو تشناية إلهي هذا قوى مانية مقعيدي سواناك سنية صفاتك سرمائس كتيران ونمو تشناية فقرك أدقبته يأينا تهي أدون أنا وان كمار مكرين قعمها كرو تاك قبل ذا أتشيسو رجد حوغيه وإلهي الدعاءين كاقبل يرتشوين كقب قلبك صو حاضري إلهي باري سبحانه وتعالى إن بدن هداد كتاميسي الرماء التبيسو وأدويك وآخرة بإلهي ندوي ديستو ما أنت فرصدا قالي قاهي ويتاق انت هيك فايديسو نفت هذا الدعاء والدك الدعاء وأبتك الدعاء وقرابة هذا الدعاء ومعلنك يا شيخ الدعاء وضدك مسلمين تاقودهان الدعاء كوا حنصان إلهين وشافيه كوا باهان إلهين وباهي التيرو كوا دباتيسين إلهي دباتين وكدو القادو كوا الدلمي عداد اسكالوغو هيا إلهي عدو قودين وقهيليو وفرصد قال يا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام قعمه تاقتي حق إلهي وتاقي قبلة نوو وشيستي لقب بلابو الصلاة دي دهور دبديد حتى غربت الشمس إلا يقول رحل العظيم إلا النبي عليه الصلاة والسلام وإسلابي وقو إيسي وكرعي حتى آنو قعمها الدراد دين وصوقة تأوغيدان هوسو قردقين وقعانتا ميدكساسي وتاقنيد مركو قعانتا بيدحكور وقوسو قادن يا نبي محمد عليه الصلاة والسلام لم يقطع الدعاء متشرين رسولك عليه الصلاة والسلام دعاء في يوم عرفة وفرصة دي قال وآه عمل كصدحات أي تايدت كمسلمين تاهي مال إن كانوا كلا إن يكد دالان وآخرين تقرآنك والله أرنكر وأفضل ما يذكر به رب العالمين وحيلاه اللي قوحي صوحة وقفض لك بضان ما أنت ياني كنا في نادون مصحف كالفرين القرآن بان أخرين والله إنها لمصيبة يوم عرف وكصومر وكنافه أذن إلهي كحسن سبحانه وتعالى أخرين تهدل كيس قيمها بضن القرآن الكريم حب أذن كآخرين إيا ريين بضن طوانا فاتح هذا القرآن هذا التقانو كرر قراءة الفاتحة كوعل علي أخرين تهد سورة ذا قابنا التقانو أخرين تهد كوعل علي تمساجد كأد فريسته أما قري قابا ديقو وچوغا هورانا أنو قرآن ما أقان وفك استوتو كذا قرآن وحبوك يقان وفك أغير وقفك فاتحة يقان انت قرانا يسو كوعل علي إلهي سبحانه وتعالى دادال كأد سميسي كأد يعمائيه أجر قيمة بضلنا ربي سبحانه وتعالى وكاسين دونا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكري مدونيسا أعماشي ونكسر لمن يكوف الله فرى ليس النبع مدونيسا حمان تنفطا دينا تكرر بتوعد كنقو يساري كوف الله عرب كاقا حسك إلهيها كقوينات
أنا أكون مكثرا من ذكر الله وحد نقطها قفر ربنا إياه إلهي سبحانه وتعالى حسكيسة. أسأل الله العليم رب العرش العظيم أن يعيننا جميعا على إصلاح أنفسنا وأن يغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وللمسلمين والمسلمات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.